بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وعن نفسي ونيابة عن كل زملائي أساتذة كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير من جامعة وهران إثنان، وأخص بالذكر أساتذة مقياس الاقتصاد الجزئي، فإننا وبمناسبة إطلال وحلول شهر رمضان نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وسائر الطاعات، ونتمنى من أعماق قلوبنا لكم التوفيق والمزيد من النجاحات في مساركم العلمي والجامعي. عنوان محاضرتنا اليوم ستكون حول دراسة سلوك المنتج مع التركيز على دالة الإنتاج في الفترة الطويلة، علما أنني كنت قد تشرفت سابقا في إلقاء محاضرة مماثلة حول دراسة سلوك المنتج، ولكن ركزنا فيها على دالة الإنتاج في الفترة القصيرة. ولا شك أن الطالب، وهذا من باب التذكير، أنه قد استفاد معنا بأن دالة الإنتاج للفترة القصيرة تمتاز بخاصية، ألا وهي أن المنتج لا يكون باستطاعته أن يغير من رأس المال، بل يكون متاح لديه فقط تغيير العمل. وبالتالي رأينا أن الإنتاج أو دالة الإنتاج تكون بدلالة العمل فقط، ورأينا كذلك أن أهم ما يميز دالة الإنتاج فترة قصيرة هو قانون تناقص الغلة أو قانون الغلة المتناقصة. فيا ترى ما هو الشيء الذي يميز دالة الإنتاج للفترة الطويلة؟ ولكن قبل هذا دعوني أبين لكم من خلال هذه المحاضرة أهم النقاط التي ستحتويها هذه المحاضرة، والتي إن شاء الله ستكون جوابا عن ما أسلفنا ذكره من سؤال. فهنا كما تلاحظون أنني قسمت المحاضرة إلى 7 عناصر أساسية نعالج فيها في الوهلة الأولى مفهوم دالة الإنتاج للفترة الطويلة، ثم غلة الحجم والدوال الإنتاج المتجانسة، ثم نتكلم عن منحنى الناتج المتساوي، ثم عن المعدل الحدي للإحلال التقني، ثم في عنصر خامس خط الكلفة المتساوية، ثم توازن المنتج في الفترة الطويلة كيف سيكون، ونختم إن شاء الله بعنصر أخير سميناه مسار توسع
المنتج أو المؤسسة. في البداية ينبغي أن نعلم أن الأجل الطويل هو تلك الفترة الزمنية التي تسمح بتغير الإنتاج QX من خلال تغيير جميع عوامل الإنتاج، أي أن حتى نغير من QX Delta QX فينبغي كما نلاحظ أن نغير كل عوامل الإنتاج، لا يكفي فقط أن نغير واحد فقط ونثبت الآخر، بل كل عوامل الإنتاج تصبح قادرة على التغيير. وباعتبار أن عناصر الإنتاج محصورة أو حصرناها كما رأينا في محاضرات سابقة في العمل ورأس المال، فإنه يمكننا التعبير عن دالة الإنتاج للفترة الطويلة بالمعادلة التالية التي هي أمامكم: QX يصبح يساوي F، أي دالة تابعة لآل العمل وك رأس المال. وهنا لا بأس بأن نطرح السؤال التالي: ماذا يعني لنا تغير عناصر الإنتاج العمل ورأس المال في نفس الوقت؟ ماذا يعني هذا؟ إذا تغيرت عناصر الإنتاج العمل ورأس المال فهذا ماذا يعني؟ ما المقصود بتغير عناصر الإنتاج؟ إلى ماذا سيؤدي تغير عناصر الإنتاج في نفس الوقت؟ الجواب ببساطة: إن تغير عدد الوحدات المستخدمة من عنصري العمل ورأس المال في نفس الوقت يعني هذا أن هناك تغيرا في حجم المؤسسة أو المشروع، فتغير عدد الوحدات من العمل ورأس المال لا شك أنه سيؤدي إلى تغير في حجم المؤسسة. إذا أضفنا للمؤسسة عمالا جدد وآلات جديدة، هذا لا شك أنه سيؤول إلى زيادة وكبر حجم المؤسسة. فإذا كانت مؤسسة صغيرة، لا شك إذا أضفنا عمال جدد وآلات جديدة ستصبح متوسطة مثلا، ثم إذا أضفنا كذلك وزدنا عمالا جدد آخرون وآلات أخرى، فلا شك أنها سيصبح حجم المؤسسة كبيرا، وهكذا دوالي. وبالتالي إذا زاد حجم المؤسسة وزاد حجم المشروع فإن هذا سيؤدي إلى تغير في حجم الإنتاج أو الغلة أو المردود، وهذا حسب الاستعمال المتداول في الاقتصاد الجزئي. ولعل أن هذا هو السبب الذي دفع بالاقتصاديين إلى استخدام عبارة غلة الحجم أو مردود الحجم، واعتباره بمثابة القانون الذي يحكم تطور الإنتاج خلال الفترة الطويلة. وبالتالي ربما هنا يعلم الطالب الكريم أن الفرق بين دالة الإنتاج للفترة الطويلة هو تغير كل الوحدات المستخدمة من عنصر العمل ورأس المال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن القانون أو المبدأ الذي يسير دالة الإنتاج للفترة الطويلة هو مبدأ أو قانون غلة الحجم عكس قانون الغلة المتناقصة الذي رأيناه في دالة الإنتاج للفترة القصيرة. وهنا كذلك يسمح للطالب أن أطرح سؤالا آخر: ما المقصود بغلة الحجم؟ وهذا